لكن هنا عندنا الحته دي بتاعت النهارده دي شاطئ رمله، دي وصلت لغايه الرمله تقريبا. وصل يعني السمكه دخلت السايح يعني كان على السلم بتاع المارينا نفسه. والله عن طريق الشبكه بتاعتنا اتصل بينا جهاز شؤون البيئه فاستدعانا بيقول ان في حصلت حادثه مرعبه فتحركنا بسرعه. طبعا انت عارف السياحه في الغردقه واي حادثه زي كده بتاثر علينا تاثير يعني مباشر بصراحه يعني اكيد. بس فتحركنا احنا ومركب ثاني اصحابنا مركبين صيد ورحنا عملنا الشبك بتاعنا وقمنا بكل حاجه ان احنا يعني عايزين نخلصها بحيث بتحصل حوادث كتير زي كده يعني السنه اللي فاتت حتى ودي السنه دي حتى. بعد ما حصل الهجوم على السائح السمكه نفسها ما اتحركتش من مكانها قعدت دايره في المكان بتاعها. فبالتالي احنا لما اتحركنا لقينا السمكه لسه موجوده. السمك ده بيقرب برضه لحكايه ان هو منع الصيد برضه، منع الصيد بيخلي السمكه المفروض ان السمك ده القرش بيمشي مع سمك بيكون سمك مهاجر. فاتمنع الصيد فبالتالي السمك مفيش حد بيصطاده فبيضطر هو الحادثه بتاعت السنه اللي فاتت برضه حصلت في وقت زي ده كده تقريبا صح؟ نفس الميعاد تقريبا في نفس الشهر كده تقريبا نفس الشهر يا فندم زي كده برضه وده الميعاد السنوي بتاع منع الصيد. وبعدين دي حجمها كبير يعني دي ممكن تخشها في 1000 كيلو.